الصخرة كان يسكنها الملك كاسبر. كان ما يطلعش على الصخرة مشي، عمره ما مشى. كان في 4 رجال أقوياء يحملونه إلى على الصخرة. وهو موقع تاريخي مهم في سريلانكا. دخوليته $30. أصلا هي يعني مكان تجمع أسود، لأن الأسود في الغابات المطيرة زي أفريقيا زي ما هو هون تأخذ أعلى موقع وبتجلس فيه بحيث يكون لها رقابة وصدارة على الموقع. مكان الملك، عام الملك، صارت بيت للقرود على عرين الأسود سيجيريا سابقا ولاحقا عرش الملك. الأدراج، سلسلة طويلة من الأدراج، بدنا نطلع. ألف ومئتين درجة، بدي أطلع آخر حبة فيها. There was an open mouth. درج صناعي. بس قديما كان الملك لما بده يطلع فوق البلاد هاي كلها، الأربع رجال اللي يشيلوه يمشوا هون، مش حدرج يعني، يمشوا على هاي الحيود طريقة أو بأخرى، يمت مركز ويطلع. والله قاعد بشرح لي عن الموقع السياحي وأنا عقلي كله مع العسل هذا اللي هون. يعني لو الواحد هذا عسل بري، يعني دواء علاج. هاي مفرغينها من تحت، قبل ما يفرغوها بيكونوا يحطوا لها دعامات. الآن هاي الصخرة على حافة المدخل، يعني هذا مدخل سهل نسبيا يعتبر من هون. الآن في حال إجا أعداء على القصر كانوا محررين الصخر تماما، يعني جاهزين تقع، بس مقرقزة على هذول العمدان من جهتين. أتوقع أنه واضح بالشكل. في حال ما إجا أعداء فلتنا هالعمدان هذول، بزنا عليهم هاي والله يرحمهم، كانوا كويسين. يقول لي في تمساح هون. موقع سريلانكا الاستراتيجي على طريق الحرير، طريق التجاري، حيث انه هي جزيرة يعني تقسم تقريبا طريق التجارة العالمي بين الصين واليابان والغرب، تكون مستهدفة من قوى الاحتلال عبر التاريخ. ابرز المراحل هي الاحتلال الامبريالي اللي بدأوا البرتغاليين، والهدف اولا السيطرة على الطريق التجاري، ثانيا الاهم يعني اللي هو التوابل والقرفة. كل عام كان مهم جدا احتلالها او السيطرة عليها اكثر من دولة. الان لما احتلوها البرتغال، ملك سريلانكا اللي كان في كاندي استعان بالهولنديين، المنافس الاشرس للبرتغال قبل سيلان، سايلون وزايلون، وهي اصلا سريلانكا اي الجزيرة المشعة. لاحقا احتلوها البريطانيين، والاحتلال البريطاني سماها سيلون، وظلت على الاسم هذا لغاية سنة 1972 إلى أن استقلت وسموها جمهورية سريلانكا الديمقراطية، وهي جمهورية ديمقراطية ممركزة، يعني أشبه بالرئاسية. هذا الطريق أحد المشاريع الصينية اللي هي تقع ضمن دائرة الفخ الأصلي، يقولوا الفخ الصيني الاقتصادي، لأن هذا الطريق مؤجر بس السيادة فيه للصين لمدة 100 سنة، وهو مشروع عملاق حقيقة، يعني طريق رائع جدا، ما في أي مشكلة، بتظل ماشي من 200 كيلومتر بدون أي معاناة، طبعا مدفوع الأجر. يتم الترويج إلى أنها كانت خدعة، انخدعت فيها سريلانكا لأنها غير متناسبة مع
مع النمو الطبيعي للدولة، يعني كانت السباق للتنمية. سمعت بالقرد الوالدة؟ تا شفت القرد الوالدة؟ والله بتشفط بهالمنقة. ارتفاعها 1860 متر عن سطح البحر، وبالتالي بالمنطق يعني فيها برودة ملموسة مختلفة عن بقية مناطق سريلانكا. قهرني صراحة فكرة انه في شيء اسمه احتلال وفي شيء اسمه استغلال ثروات تحت التاج البريطاني لغاية 1972. فيها لمعة زي جورجيت، زي القماش الصناعي يعني. سبحان الله، يعني مش انه لون، لا لون ولمعة هيك غريبة. في حياتي ما شميت ريحة للجوري أو ريحة للورد مثل رائحة هاي الزهرة. ريحة الموز بحليب أو طعمة الموز بحليب بتشمها في هاي الزهرة المايكيليا. في حديقة فيكتوريا في نيوارا إليا في سريلانكا يوجد هذه الشجرة العجيبة. طريق صعب والله، بدي أكون إنسان رشيق شوي، بس لازم أصل فوق. يعني شهر 6، الحرارة في العاصمة وفي الساحل الثلاثينات، يعني بتطلع عن الثلاثين شوي ورطوبة. هون لا، هون الحرارة عشرينية وبتنزل بالليل تحتاج صوبة. المدينة كلها مش بس عند الشلال، يعني هاي المدينة اللي تحت كلها منطقة باردة. وأصلا لما استعمروها البريطانيين، لما استعمروا سريلانكا كيفوا المدينة هاي اللي لقاها السير ديف عبر حملة استكشافية، ولما وجدها انتقل إليها معظم قيادات الحملة الاستعمارية واستوطنوها وسموها ليتل إنجلند لأنه جوها شبيه ببريطانيا. المسا بتنكمش، ما بديش فيها جهاز عصبي شو فيها ما بعرف، ولكن بتلمسا بتنكمش بالشكل. ما شاء الله سرير فخم، غلقته كان تواليا، يعني ايش نظيف. هاي الفيلا ارضي باركيت طيب ديلوكس يعني مرتبة، وهاي اطلالتي، يعني بديش اجرح مشاعرك بس هاي اطلالتي. يعني ليش اروح ادور على هوستل بثمانية دولار وبستة دولار وبقدر اخذ اشي زي هيك تقريبا 14 دولار؟ على مواقع الحجز بتكون اغلى الغرف اللي زي هيك، مش فاهم شو السيناريو. بس انا وجدت انه ميدانيا تيجي ماشي بطلب منك قد ما بده يطلب راحته حقه، بس اخيرا بتقول له انا موازنتي هالقد بتدقر. سكنت بهوستل، اخذت الغرفه هاي 3 ايام. الهوستل نظامه تاخذ من 4 خوت، يعني بتقعد انت وثلاث اشخاص في غرفه زي هيك. طبعا هذا الهوستل ميزته انه في مكيف وفي واي فاي، هذا بيكون تختي زي هيك بنام فيه. هذا الهوستل مثلا ب4 دنانير، يعني حوالي 6 دولار.